السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا محاضرة إن شاء الله بعنوان تحضير المريض للعمل الجراحي. كمقدمة، تحضير المريض للعمل الجراحي يتضمن عدة خطوات. المقدمة، العناية قبل الجراحة، الاستقصاءات قبل الجراحة، تقييم خطر العمل الجراحي أو خطورة العمل الجراحي، التحضير للجراحة للمجموعات لذوي مرضى محددين، يعني كل مرض محدد لهم يعني تحضير خاص، والتفويض أو الموافقة على العمل الجراحي. كمقدمة، للحصول على نتائج مرضية يعني في الجراحة العامة، يجب اتباع مقاربة دقيقة لإعداد المرضى قبل الجراحة، ومجموعات محددة من المرضى لها احتياجات خاصة. يجب تحديد المرضى ذوي الخطورة العالية مبكرا، واتخاذ التدابير المناسبة للحد أو التقليل من المضاعفات. كنظرة عامة، تعتبر الاستشارة والتقييم قبل الجراحة تفاعل مهم بين المريض والطبيب، فهو يسمح للجراح بما يلي: الوصول بعناية إلى الحالة الطبية وتقييم الحالة الصحيحة العامة للمريض، تحديد عوامل الخطورة ضد الإجراءات، وتثقيف المريض ومناقشة الإجراء بالتفصيل. ذلك يساعد المريض على اكتساب فهم حقيقي للجراحة المقترحة، وأخذ خيارات العلاج البديلة بعين الاعتبار. إدراك المضاعفات المحتملة خلال الفترة المحيطة بالجراحة، يعني قبل وبعد الجراحة. الوقت الإضافي المستثمر في التقييم قبل الجراحة يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الطبيب والمريض، ويقلل من المضاعفات الجراحية. تحضير قبل الجراحة للعمل الجراحي. حالة العمل الجراحي، في يعني حالات للعمل الجراحي. أول شيء تكون إذا عندنا حالة طارئة إسعافية مهددة للحياة، تتطلب إجراء فوري مثل تمزق أم دم أو أذية نافذة أو التهاب في البرتوان. عندنا حالة ملحة وعاجلة كالجراحة، أي الجراحة مطلوبة في غضون ساعات قليلة مثل انسداد الأمعاء والتهاب الزائدة الدودية أو تنظير جرح. حالة باردة واختيارية مثل الفتق، دوالي وريدية، أورام القولون المستقيم أو أورام الثدي. الشيء الأساسي في التحضير قبل الجراحة هو توقع الصعوبات، وإجراء التحضير المتقدم، وتنظيم المرافق والمعدات والخبرات، تعزيز سلامة المريض وتقليل فرص الأخطاء، تخفيف الخوف والقلق لدى المريض. التحضير الروتيني للعمل الجراحي: القصة السريرية، الفحص السريري، استقصاءات خاصة، التفويض والموافقة على العمل الجراحي، تحضير غرفة العمليات، الوقاية من الصدمة الخثرية، الصادات الحيوية الوقائية. كتحضير روتيني لأي عمل جراحي، ما شرط بولي، يعني عمل جراحي بولي. القصة المرضية الجراحية: الشكاية الحالية وتفصيل الشكاية بشكل ملح، لكي يتم اتخاذ الإجراءات التخديرية المناسبة بدون تأثير جهازي مرافق للحالة المرضية. التقييم الجهازي: يجب تقييم وظيفة كل جهاز في الجسم بحذر وعناية. السوابق المرضية والجراحية: العديد من الأمراض لها تأثير مباشر على التخدير وبالتالي على النتيجة. السؤال عن أي عمل جراحي سابق، أو هل يوجد اضطراب ومشاكل نزفية؟ السؤال عن أي تحسس سابق بسبب التخدير. السوابق الدوائية والتحسسية كالتحسس على صاد حيوي أو أي دواء آخر. أدوية ارتفاع الضغط الشرياني ونقص التروية القلبية لكي يستمر استخدامها في الفترة حول العمل الجراحي. الأدوية المضادة للتخثر كالأسبرين والوارفارين، وهل يوجد تسرع نظم؟ السوابق العالية أو القصة العالية: ارتفاع الحرارة الخبيث والاضطرابات النزفية وأمراض وراثية وعوز الكولينستراز الذي يؤدي إلى تحسس من الأدوية المرخي للعضلات مثل السوكسينيل كولين، وبالتالي عدم القدرة على الحركة والتنفس
العفوي لعدة ساعات بعد إعطاء الدواء. القصة الاجتماعية، هل المريض مدخن أم لا؟ على المدى القريب هل يوجد نقص أكسجي؟ وعلى المدى البعيد هل يوجد نقص في الوظيفة المناعية ونقص في التصفية؟ الفحص الفيزيائي أو السريري يشمل فحص فيزيائي كامل دون الاعتماد على الآخرين، فقد تتغير العلامات الجراحية ومن الممكن أن الآخرين يجهلوا علم الأمراض وعدم إضافة أو حذف أي خطوة للتعرف على ما هو طبيعي والتعرف على الشذوذات بشكل أكبر. الفحص العام، الحيويات، القلب والتنفس، البطن، الجهاز العصبي المركزي، الجهاز العضلي الهيكلي، الأوعية المحيطية، الفحص الموضعي والصماخ أو فوهات الجسم الخارجية، الفحص الفيزيائي الإسعافي. الفحص الفيزيائي الإسعافي يجب تغيير الفحص الروتيني للائم الظروف، التقييم بنظام ABCD يعني التنفس والدوران والطرق الهوائية والدوران والتنفس يعني بالترتيب، المسح الثانوي من الرأس إلى أخمص القدم. عند قدوم عدد من الحالات الإسعافية بنفس الوقت يتم إجراء فرز للمرضى. الاستقصاءات قبل العمل الجراحي، تأكيد التشخيص، استبعاد التشخيص البديل، معرفة امتداد المرض، تقييم المناسب للجراحة، الخطر على الآخرين، أخذ القوانين الطبية بعين الاعتبار، كل ذلك يشمل الاستقصاءات يعني قبل الجراحة. الاختبارات الدموية أو التحاليل والاختبارات الدموية، تعداد دم كامل متى يتم إجراؤه؟ جميع الحالات الإسعافية قبل الجراحة، جميع حالات ما قبل الجراحة الاختيارية التي تزيد عن 60 سنة، جميع حالات ما قبل الجراحة الاختيارية في الإناث البالغات. إذا كان من المحتمل أن تؤدي الجراحة إلى فقدان في الدم بشكل كبير وواضح، اشتباه في فقر الدم أو فقر دم وإنتان دم، قصور كلوي مزمن أو اضطرابات في التخثر. نتابع مع التحاليل الدموية، تحليل اليوريا والشوارد متى يتم إنجازها؟ لدى جميع الحالات حالات ما قبل الجراحة فوق 65 سنة، جميع المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والرئتين أو الذين يتناولون مدرات البول أو الاسترويدات، جميع المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد أو لديهم سوء تغذية، جميع المرضى الذين يعانون من الإسهال والإقياء أو مرض استقلابي غدي صماوي آخر. نسبة حدوث اضطراب غير متوقع في مريض ذو لياقة جيدة وبعمر أقل من 40 سنة تكون أقل من 1%. نتابع مع الاختبار الدموي، اختبار الأميلاز يجرى في جميع الحالات الإسعافية للبالغين الذين يعانون من ألم بطني قبل أخذ الجراح بعين الاعتبار. تحليل سكر دم عشوائي في حالة البطن الحادي، الحالات الاختيارية المترافقة مع الداء السكري، سوء التغذية، السمنة، والحالات الاختيارية فوق 60 عام. فحوصات ودراسة تخثر الدم لدى المرضى الذين لديهم سوابق اضطراب نزف، داء كبدي، إدمان الكحول، المرضى المعالجين بمضادات التخثر يتم إجراء BT INR في صباحهم الجراحة للمرضى الذين أوقفوا استخدام الوارفرين، مرضى جراحة القلب والصدر، جراحة الأوعية الدموية، إجراءات تصوير الأوعية الدموية، إجراءات فتح الجمجمة والقح. اختبارات وظائف الكبد، جميع المرضى الذين يعانون من ألم بطن علوي، يرقان، مرض كبدي، المرضى الكحوليين، الكشف عن التهاب الكبد B والتهاب الكبد C. الزمرة الدموية واختبار التصالب في الحالات الإسعافية قبل الجراحة، اشتباه في فقر الدم أو فقد في الدم، عيوب التخثر، ويجرى للسيدات الحوامل. صورة الصدر البسيطة
جميع حالات ما قبل الجراحة التي تزيد عن 60 سنة، جميع حالات أذيات العنق والصدر والبطن، أعراض وعلامات تنفسية حادة، قصور تنفسي مزمن سابق، جراح صدرية، مرض خبيث، انثقاب حشى السل وتضخم الغدة الدرقية. تخطيط قلب كهربائي، متى نعمل يعني نجري تخطيط القلب الكهربائي؟ خلال 12 أسبوع من الجراحة أو أقل إذا اقتضت الحاجة لذلك، للمرضى الذين يعانون من أمراض قلبية معروفة. خلال 6 أشهر قبل الجراحة لجميع المرضى الأكبر من 50 عام. استقصاءات أخرى يتم إجراؤها وفقا للحاجة كالإيكو والطبق المحوري والرنين المغناطيسي. تقييم خطر العمل الجراحي، يوجد القليل من المرضى ليس لديهم خطورة عمل الجراحي. من المهم تحديد المخاطر التي تتضمنها الجراحة حتى تتم مناقشتها مع المرضى. يوجد نظامان رئيسيان لتسجيل النتائج وهما قيد الاستخدام حالياً، نظام ABACHE ونظام ASA أو نظام الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير. رح نحكي بس شوي عن النظام ASA لأنه أسهل وأكثر انتشار. تصنيف والمخاطر من الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير. الهدف من نظام التصنيف هو تقييم الحالة البدنية العامة للمريض قبل الجراحة وليس لتقييم المخاطر الجراحية، على الرغم من كونها ذاتية تماماً إلا أنها تظل مؤشر مستقل مهماً للتنبؤ بالوفيات. نظام ASA الجمعية الأمريكية لأخصائي التخدير، يعني نظام بسيط ومقبول على نطاق واسع. 50% من المرضى الذين يقدمون للجراحة الاختيارية هم درجة أولى في ASA. معدل وفيات العمليات الجراحية لهؤلاء المرضى أقل من 1 بالـ10,000. هذا الجدول تبع تصنيف الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير بيصنف المرضى بخمس درجات. الدرجة الأولى الأشخاص الصحيين بشكل طبيعي، نسبة الوفاة لا تتجاوز 6 بالـ1,000 أو 6%. الدرجة الثانية الأمراض الجهاز المتوسطة ولديهم نشاط محدود. الدرجة الثالثة مرض جهازي شديد ويعني تحديد شديد في النشاط. الدرجة الرابعة داء جهازي شديد ومهدد للحياة. الدرجة الخامسة يعني لا يتوقع أن يعيش أكثر من 24 ساعة سواء أنه أجرى العملية أو لم يجريها. التقييم الكبدي، يجب تحديد وتقييم المرضى قبل الجراحة من الناحية الكبدية، وعلى المرضى أن يكونوا على إدراك وإطلاع بتشخيص داء كبدي سابق. قصة التهاب كبدي مهمة بشكل خاص للكادر الطبي في حال تم وخز الإصبع بالإبرة أو بالمشرط أثناء العمل الجراحي دون قصد. تقييم الوظيفة الكبدية، القصة المرضية، سوابق يرقان، التهاب كبد، فقر دم انحلالي، عدوى طفيلية، داء حصوي صفراوي، التهاب بنكرياس، عوز أنزيمي، أورام خبيثة سابقة، تعاطي المخدرات أو الكحول، التعرض المحتمل للعوامل المعدية كالوشم ونقل الدم، سوابق سمنية كبدية بعد توقف التخدير مؤقتا. الفحص السريري والفيزيائي، اليرقان، الحبن، الوذم المحيطي، الهزال العضلي، ضمور خصوي، الحمامة الرحية، ورم وعائي عنكبوتي، التثدي، الندبات الناتجة عن ارتفاع ضغط دم وريد الباب كرأس الميدوسا وتضخم الطحال، دليل على اضطراب نزفة وحجم الكبد. الاستقصاءات المخبرية كاختبارات الوظيفة الكبدية، تعداد دم كامل CBC، شوارد،
وعوامل التخثر وتحاليل التهاب الكبد المصلي. تقييم الجهاز الدموي أو تقييم الجهاز الدموي التقييم الدموي من أجل تحديد اضطرابات في فقر الدم أو قلة العدلات، تخثر الدم أو حالة فرط خثار. فقر الدم غالبا غير مرضي، لكن القصة المرضية قد تكشف عن شكاية من فقدان الطاقة أو ضيق تنفس، خفقان أو شحوب. يتم تقييم فقر الدم من أجل استئصال الغدة الليمفية. وتضخم الكبد وتضخم الطحال وفحص الحوض والمستقيم. يتم تقييم CBC تعداد الدم كامل، الشبكيات، حديد المصل، السعة الرابطة للحديد، الفيرتين، فيتامين B12 وحمض الفوليك للاستقصاء عن السبب. الأشخاص الأصحاء مع الحد الأدنى من فقدان الدم المتوقع أثناء الجراحة من 6 إلى 7 غرام على الديسيلتر، مرض قلبي رئوي 10 غرام على الديسيلتر. في حالة الجراحة الاختيارية إذا كان فقر الدم بسبب قابل للتصحيح يتم تأخير الجراحة، سبب غير قابل للتصحيح يتم نقل الدم. أيضا نقل الدم مطلوب أثناء العمليات الجراحية الإسعافية. المرضى الذين يتناولون مضاد تخثر يحتاجون إلى عكس تأثير مضاد التخثر قبل الجراحة. يجب إيقاف الوارفارين لمدة 5 جرعات مجدولة قبل الجراحة لتقليل INR إلى 1.5 أو أقل. المرضى المعرضين لخطر الصم الخثري يتم إعطائهم الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي قبل 20 إلى 24 ساعة من العمل الجراحي و 12 ل 24 ساعة بعد العمل الجراحي. الاستقصاءات للمرضى الذين يتناولون مضاد تخثر: تحليل دم كامل، تحليل عوامل التخثر، مستويات الفيبرينوجين دي دايمر. في حال عوز فيتامين كاف أو داء كبدي بسيط فإن بيتية تطاول، بينما بيتي تي يمكن أن يبقى طبيعي. في حال داء كبدي شديد كل من بيتي وبيتي تي يتطاولان. في الناعور البيتي تي يتطاول ولكن البيتي يبقى طبيعي. في خثار وريدي المنتشر كل التحاليل غير طبيعية وتزداد قيم دي دايمر ومنتجات الفيبرين. التدبير في المرضى الذين يتناولون مضاد تخثر: في حال عوز العامل الشديد يتم إعطاء 4 إلى 6 وحدات صفيحات طازجي مجمدي بسرعة. حالات مترافقة بانخفاض تعداد الصفيحات أو صفيحات غير طبيعية يتم نقل الصفيحات. واحدة من الصفائح الدموية المركزة تزيد من عدد الصفائح الدموية بمقدار من 5000 ل 10000. المرضى الذين يتناولون الهبارين: الإجراء إذا كان إجراء اختياري إيقاف الهبارين 6 ساعات قبل الجراحة. إذا كانت العملية إسعافية 10 ملي جرام من سلفات البروتامين في 50 ملي سيروم ملحي إذا كان العمل الجراحي أكثر من 10 دقائق، و20 ملي جرام في 50 ملي سيروم ملحي لأكثر من 30 دقيقة. تحضير المريض قبل العمل الجراحي: تزداد حدة المرضى الجراحين مع تقدم العمر ومع تقدم المرضى بأمراض مصاحبة أكثر أهمية. يكون جراح البولية مسؤول عن التأكد من أن المريض قد تم تقييمه بدقة من قبل الأطباء الآخرين في فريق الرعاية الصحية الأولية، ويصل إلى غرفة العمليات ويغادرها في الحالة الطبية المثلى. مقاربة المريض من قبل العمل الجراحي وإجراء الاستشارات الطبية المناسبة قبل الجراحة لن ينتج عنها فقط تحسن سلامة المرضى، ولكن أيضا يغير عن الحاجة إلى العمليات الجراحية يغني عن الحاجة إلى العمليات الجراحية غير الضرورية. التحاليل قبل الجراحة:
هون تقريبا يعني هذا السلايد حكيناه، بس هون تقريبا وصلنا هون يعني بس بالمرضى البوليين. اول شيء عم نحكي بشكل عام المرضى الجراحيين بشكل عام، هون يعني للمرضى في حال عمليات البوليين الحاليه قبل الجراحه، الهدف منها تحديد المرض المشترك غير المشخص او مشكله طبيه موجوده مسبقا لم يتم علاجها، او تفاقم كبير لمرض مصاحب موجود وقد يؤثر على مسار العمليه او النتيجه. في الحالة المثلى أو المثالية يجب أن يكون التقييم قبل الجراحة فردي على أساس العمر، القصة المرضية والفحص السريري والإجراء الجراحي الذي سيتم إجراؤه. هذا السلايد في التحاليل اللي حكينا عنها شوي، تحليل سي بي سي، تحليل بي تي، تحليل بي تي تي، الاي ان ار والاي سي جي، تخطيط قلب كهربائي والزمرة والتصالب وصورة الصدر. كذلك نطلب بشكل روتيني تحليل البي تي والبي تي تي، والمرضى اللي عندهم مضادات أدوية بياخذوا أدوية مضادات تخثر. في عندنا حالة إذا كانت المرأة في سن الإنجاب ما لم يكن قد تم استئصال المبيض أو الرحم جراحيا بشكل مسبق، يجب أن تخضع لاختبار الحمل في صباح يوم الجراح. تقييم جهاز القلب والدوران قبل الجراحة يتألف من القصة المرضية البدئية، الفحص السريري، تخطيط القلب الكهربائي، محاولة تحديد الاضطرابات القلبية الخطيرة المحتملة مثل داء الشرايين التاجي أو قصور القلب، اضطراب في النظم، وجود ناظم خطى أو جهاز إزالة رجفان القلب أو قصة هبوط ضغط انتصابي. التوصيات الحالية بشكل عام لتقييم الجهاز القلبي، يعني تخطيط القلب الكهربائي اي سي جي للمرضى فوق 40 سنة، للمرضى الذين لديهم قصة داء قلبي. وبالمثل فإن التصوير الشعاعي للصدر، يعني الصورة البسيطة للصدر، من التوصيات الحالية الروتينية. هذا جدول مشعر جولدمان للخطر القلبي على العمل الجراحي، بيتضمن كل مرض وعند في مقابله نقاط، ممكن يعني بيجمع آخر شيء بنجمع النقاط بنحدد درجة الخطورة. طبعا الاختصاص القلبي بس ذكرته للاستئناس، وهون مشعر مودي فيلد كمان للخطورة القلبية. التقييم الرئوي قبل العمل الجراحي مهم في جميع إجراءات الجراحة البولية، ولكنه أكثر أهمية في العمليات الجراحية التي تشمل تجاويف الصدر أو البطن، التي يمكن أن تقلل من الوظيفة الرئوية أثناء العمل الجراحي أو بعده وتؤدي إلى مضاعفات رئوية. لذلك من الحكمي التفكير في التقييم الوظيفي للرئتين في المرضى الذين يعانون من اضطراب رئوي أساسي أو لديهم قصة تدخين أو أعراض رئوية واضحة. اختبارات وظائف الرئة التي تشمل حجم الزفير القصري في ثانية واحدة والسعة الحيوية القصرية والسعة المنتشرة لأول أكسيد الكربون يتم إجراؤها بسهولة وتوفر خطاً أساسياً قبل الجراحة. المرضى الذين يعانون من انخفاض في حجم الزفير القصري أقل من 8 بالعشرة لتر على الثانية أو أقل من 30%، من المتوقع أن يكونوا معرضين لخطر كبير لحدوث في المضاعفات. وقد ثبت أن المدخنين لديهم 4 أضعاف خطر الإصابة بالاعتدال الرئوي بعد الجراحة، ومعدل الوفيات أعلى بمقدار 10 أضعاف. تقييم الكلى، حوالي 5% من التجمعات لديهم درجة من القصور الكلوي
التي تؤثر على الأعضاء المتعددة، وممكن أن تزيد الإمراضية حول العمل الجراحي. الكرياتينين حول العمل الجراحي إذا كان أكبر من 2 ملي جرام على الديسيلتر عامل خطورة ويشكل اختلاطات قلبية. أهداف التقييم قبل العمل الجراحي: عسر أو اضطراب وظيفة الوظيفة القلبية الواعية، اضطراب وظيفة الدوران، اضطراب الوظيفة الدموية، وتغيرات الاستقلابية. تقييم الوظيفة الكلوية: القصة السريرية، الشذوذات الخلقية، اعتلالات الانسداد، القصور الكلوي المزمن، انتان بولي حالي، وجود داء جهازي حاليا، قصور كلوي غير مثبت او غير معروف. الفحص السريري: زيادة الحمل داخل الأوعية كالوزمي الرئوي واتساع الوريد الوداجي او انتباج الوريد الوداجي، الوزمي المحيطي، دليل على اعتلال في التخثر. الاستقصاءات المخبرية كشوارد المصل والبولي واليوريا والنيتروجين ومستويات الكرياتينين والهيموتوكريت وتحليل البول وتحليل الصوديوم وصورة الصدر وتخطيط القلب الكهربائي. اختلاطات المتعلقة بالداء الكلوي كاضطرابات الشوارد والسوائل، كارتفاع الضغط والوزن المحيطي واحتباس الأملاح وعدم توازن في الشوارد، كنقص الصوديوم، ارتفاع البوتاسيوم والحماض الاستقلابي. الاضطرابات الدموية كالفقر الدم واعتلالات أو عيوب التخثر، التصاق والصفيحات يعني أو تجمع الصفيحات، يعني اضطراب في تجمع والتصاق الصفيحات، الكالسيوم واضطراب الهرمون الجار الدرق. تقييم المريض أو التقييم قبل العمل الجراحي: فقر الدم يعالج بالإثرابيوتين أو الدارابيوتين، يعني إعطاء الكالسيوم للمرضى الذين لهم أعراض في نقص الكالسيوم، استخدام الفوسفات، الأحماض الرابطة، الحموض الرابطة للفوسفات من أجل مرضى ارتفاع في فوسفات الدم، تصحيح الحماض الاستقلابي بإعطاء كربونات الصوديوم بالوريد للمرضى لأقل من 50 ملي مكافئ بلتر. المرضى اللي عندهم نقص الصوديوم يعالجوا بإيقاف السوائل وتجنب الأدوية التي تسبب سمية كلوية. الديال الدموي أو الديال إنشاء الديال الدموي يحسن من الأعراض اليوريميائية والشذوذ في اضطراب الشوارد. والديال قبل العمل الجراحي يجب أن يجرى بقبل 24 ساعة من العملية الجراحية الاختيارية ليقلل تأثير وليسمح لحالة استقرار المريض وتصحيح اعتلال التخثر بالديال ونقل صفيحات الطازجي المجمدي. النظام أو التقييم الجهاز الغدة الصموي كأداء السكري، القصة المرضية والفحوصات لتأكيد أنه ضبط الأداء السكري وتأكيد اختلاطات داء السكري، الاستقصاءات تحليل السكر الصيامي، الخضاب بالجلوكوزي، شوارد المصل والبولي والكرياتينين، و تحليل البول وتخطيط القلب الكهربائي. في
في حال عندنا يعني اضطراب في الغدة الدرقية، في اضطراب في فرط نشاط الغدة الدرقية، يجب يعني يفضل أن يتم تأجيل العمل الجراحي، يعني يصبح اختياري ك يعني الجراحة الاختيارية حتى استقرار الحالي. إعطاء الأدوية المضادة لفرط نشاط الدرق، يعني الحاصرات البتا الديجوكسين، في يوم الجراحة. في حال أن قصور غدة درقية، فإن قصور الغدة الدرقية الشديد يمكن أن يسبب احتشاء عضلي قلبي، عيوب في التخثر واضطراب وعدم توازن في الشوارد. يفضل أن يتم تأجيل العمل الجراحي يعني ليصبح اختياري في حال سمح الأمر. المرضى الذين يعالجون أو يأخذون جرعة يعني من استرويد، المرضى اللي بياخذوا أكثر من 5 ميلي جرام بريدنيزولون أو ما يعادل يعني أكثر لأكثر من 3 أسابيع يتعرضون لخطر أثناء العمل الجراحي. الإجراء البسيط لا يتم إيقاف الاسترويد. في المرض العمليات المتوسطة من 50 إلى 75 ميلي جرام باليوم من هيدروكورتيزون لمدة يوم ليومين. العمليات الكبيرة من 100 إلى 150 ميلي جرام باليوم هيدروكورتيزون لمدة يومين إلى 3 أيام. معالجة مضادات التخثر، تدبير قبل العمل الجراحي يتضمن المعالجة لمضادات التخثر والمشاكل تغيرات المشاكل. الصمم الخثري الوريدي استخدام الوقاية من الصمم الخثري الوريدي كالوارفرين ومضادات الصفيحات يجب أن تكون مترافقة بعلامات نزف واضحة بعد الجراحة. الجراح البولي يجب أن يكون يأخذ بعين الاعتبار بحذر توازن بين المخاطر والفوائد من استخدام أدوية مضادة للتخثر لتحديد الطريقة الأفضل للعمل الجراحي والتدبير الدوائي. اختلاطات الخثار الوريدي يسبب احتمالية كبيرة تمنع تؤدي إلى المرضيين والوفاة من بين العمل الجراحي. الفي تي اي الخثار الوريدي العميق يشكل السبب الثاني أكثر شيوع التي تؤدي إلى طول البقاء يعني والمرضي في المشفى من بين المرضى الذين لديهم حالات حادة. المرضى البوليين بشكل خاص لديهم ازدياد معدل حدوث الخثار وريدي من بين 10 إلى 40% من المرضى الذين يتناولون أدوية وقائية. التوصيات الحديثة تؤدي يعني التوصيات الحديثة تقر باستخدام الأدوية بشكل روتيني للمرضى الذين يأخذون الذين سيخضعون لعمل جراحي كبير. نصف العمر الدوائي للوارفرين من 36 إلى 42 ساعة، لذلك التوصيات الحالية والإرشادية تنص على إيقاف الوارفرين قبل 5 أيام من العمل الجراحي حتى نحصل على قيمة INR أقل من 1.5. في حال يعني عنا في حال عمل جراحي إسعافي فممكن نستخدم الهباريم ونخفض الوزن الجزئي. هاي الأدوية الوقائية للأدوية المضادة للتخثر في حال اضطررنا نستخدمها في العمليات الإسعافية كالهباريم ونخفض الوزن الجزئي في بجرعة 40 ملي جرام تحت الجلد، أو الهبارين المجزأ منخفض الجرعة بجرعة 5000 وحدة تحت الجلد كل 8 ساعات.
اعتبارات النقل ونقل يعني نقل الدم ونقل الصفائح في حال الحاجة. حاليا الارشادات نقل نادرا ما تؤشر انه نادرا ما تحتاج لنقل دم اذا كان الهيماتوكريت اكبر من 30%، وغالبا ما يؤشر انه الهيماتوكريت اقل، غالبا ما يعني نادرا ما يكون اقل من 21%، المستويات بين 21 ل 30%. اذا كان في عندنا عوامل خطوره وتحتاج النقل، نقارن بين الفوائد والمخاطر بين نقل الدم. نقل الصفيحات نادرا ما يعطى بشكل تجريبي للمرضى الذين لديهم قلة صفيحات بشكل واضح، إلا إذا كان أقل من 50,000 صفيحة بالمليمتر مكعب، والمرضى اللي عندهم يعني عمل جراحي مخطط له يعني بشكل بارد، يعني إذا كان عندهم اضطراب معتدل أو نقص قلة صفيحات بشكل معتدل بين 50,000 ل 100,000، أو لديهم خطر عمل جراحي، فممكن يتم نقل صفيحات. العلاج الوقائي بالصدات، أشارت تقارير أنه إنتان العمل الجراحي أو إنتان غرفة العمليات يعني مرتبط بتقريبا من 40% من الإنتانات غير مجتمع يعني غير المجتمعيين، يعني 40% بسبب الإنتان هو غرفة العمل الجراحي إذا ما استخدمنا الأدوية الصادات الحيوية الوقائية. من بي يعني كما في الفائده من استخدام الادويه الوقائيه، غسل اليدين وتحضير ساحه العمل الجراحي، حقن العمل الجراحي ايضا بيفيد بالانتان من عمل انتان غرفه العمليات. ازاله الشعر قبل العمل الجراحي ليس مرتبط بنقص انتان عمل الجراحي، ولكن اذا انجز يجب أن يكون باستخدام المقص أو الكريمات المزيلة وليس باستخدام الشفرة. حالياً التحسن أو الوقاية من الإنتان العمل الجراحي باستخدام الصادات، إذا يفضل أن يتم استخدام الصادات خلال 30 دقيقة من قبل بدء العمل الجراحي وقبل إجراء الشق. معظم التوصيات تقول يعني إنه إذا ما استخدمنا أكثر من 24 ساعة يؤدي للإنتان. حالياً الصادات الحيوية الروتينية إذا تأخرت يعني لمدة 24 ساعة ممكن أن يزيد خطر الإصابة بالمضطية الصعبة وزيادة خطر تطور المقاومة للأدوية وزيادة التكاليف. يعني يجب أن يكون الطبيب الجراح البولي على دراية على دراية بإرشادات وسياسة المشفى لاستخدام الصادات من أجل استخدامها بشكل الأنسب، يعني لا أنه يزيد الجرعة ولا يقلل الجرعة ولا يسيء استخدامها. هذا جدول بإجراءات يعني إجراء عمليات جراحية بولية مع استخدام الصادات الوقائية. في مثلا عنا الإنتان السبيل البولي السفلي، الأدوية الوقائية مستخدم السيبروز يعني والبكتريم، تخطيط القلب عفوا تنظير الاستقصائي مثلا أو ممكن نستخدم كمان معظم الصادات سيبروز يعني فلوروكينات وبكتريم. بإجراءات البروستات ممكن نستخدم يعني الجيل الأول من السيفولوسبورينات،
الخزع عبر خزعة البروستات عبر الشرج، نستخدم السبروز والجيل الثاني أو الثالث من السيفاسبورين. في الأسول ممكن نستخدم كمان السبروز والبلاكتريم، أو الجراحة الكلية عن طريق الجلد ممكن نستخدم الجيل الأول أو الثاني، أو الأمينوكلوكوزيدات أو الفلاجيل أو الكليندماسين. تنظير الحالب ممكن نستخدم السبروز والبكتريم. العوامل المرضية التي تزيد خطر الإنتان: تقدم بالعمر، الشذوذات التشريحية أو اضطرابات تشريحية، سوء التغذية، التدخين، استخدام الكورتيزونات يعني الكورتيكوستيرويدات بشكل مزمن، نقص المناعة، الاستشفاء الطويل. حالة التغذية أو حالة التغذية، سوء التغذية يزيد خطر المراضي والأموات حول العمل الجراحي. عندنا يعني نظامين للتغذية، التعويض الغذائي عند مرضى سوء التغذية. النظام الأول هو توتال بارينترال نيتريشن أو تي بي إن، يستخدم في المرضى اللي عنده يعني اللي ما عندهم تغذية طبيعية خالص، أو عندهم سوء وظيفة في الوظيفة في الجهاز الهضمي. التغذية المعوية عند المرضى، بالجانب الآخر عند المرضى عندهم اختلاطات بس أقل يعني من المرضى النوع الأول، ممكن يعني نعطيهم تغذية معوية عن طريق التيوب، الفيدينج تيوب، أو المرضى الذين سيخضعون لاستئصال معدي ممكن نعطيهم تغذية صائمية. التغذية المعوية قبل إجراء العمل الجراحي ممكن أن ينقص الاختلاطات أو معدل الاختلاطات بعد العمل الجراحي بين 10 إلى 15% إذا استخدم لمدة 5 إلى 20 يوم قبل العمل الجراحي. حاليا الإرشادات يعني تنصح بالتغذية حول المعوية، التغذية حول العمل الجراحي للمرضى الذين غير قادرين على يعني الحصول على الحريرات المطلوبة خلال 7 إلى 10 أيام. مثل ما قلنا، تقييم الحالة الغذائية، سوء التغذية بيزيد خطر الأمراضية، إنتان الجروح، التعفن أو إنتان الدم، تأخير شفاء الجروح، اختلاطات المفاغرات. التقييم يتضمن القصة، أخذ القصة سريرين بشكل حذر، والإجراء الفحوصات، الوزن الاعتيادي حاليا إذا في عنده فقد للوزن أو فقد في الكتلة العضلية، تغير في عادات التغوط. في قاعدة لتقييم الخطر التغذية اللي هي ال NRI 15.19 مضروبة بيس ألبومين المصل، ونجمع إلى 41.7 من الوزن الحالي. إذا كانت النتيجة أقل من 83% بتأشر أو بتشير لازدياد الأمراضيين أو الوفاة. في عنا حالات خاصة للمرضى، مثلا المتقدمين بالعمر عندهم ارتفاع الضغط، ممكن بيرتبطوا بخطر أكبر بالموات يعني بترافقوا، إذا كان العمر أكثر من 80 سنة، قصة نقل الدم يعني قبل العمل الجراحي، خطورة العمل الجراحي، حالة فقد وزن، أمراضية بعد عمل جراحي. تقريبا كل 30 يعني دقيقة من وقت العمل الجراحي بتزيد خطر الأموات عندهم يعني 17%. في حالة الحمل
الجراحة البولية في عند المرأة الحامل أكثر ما تكون شيوعا مرتبط يعني مرتبطة في حالة القولنج الكلوي وحصات المسالك البولية والمجاري البولية. الحصات بشكل عام يعني تكتشف أثناء إجراء تصوير إيكو يعني لتقييم الجنين. الحالة يعني المرضية المرأة غير إذا كانت غير عرضية أثناء التقييم ممكن يعني من نأخر الإجراءات لبعد الولادة. المرضى اللي عندهم المريضات اللي عندهم خطر عالي في الإشعاع التعرض للإشعاع تكون بالفترة إذا كان أقل من الجنين في من أقل من 15 أسبوع. بشكل عام الإجراءات الجراحية في عند الحامل المرأة الحامل يجب أن يتم تأخيرها قدر الإمكان حال يعني حتى يتم نضج الجنين بشكل كافي ولا يعني لا يكون علامات تأذي واضحة على الأم والجنين. في الإجراءات يعني نصف اختياري أو يعني نصف إسعافي محاولة تأخير الجراحة لبداية الثلث الثالث من الحمل. الثلث الثاني من الحمل بيكون الثلث الأأمن عند المرأة الحامل لأنه أجهزة الجنين يعني تكون نضجت وتميزت تميزت وبيقل خطر إجراء العمل الجراحي والتخدير وخطر الإجهاض. التدابير الدوائية يعني استراتيجية مقاربة المريض يجب تقييم يعني تقييم بشكل هام ومقاربة المريض بشكل يعني باستراتيجية معينة تحسين النتائج الجراحية وإنقاص المواد الحالي يعني إنقاص الإمراضية والموات بعد العمل الجراحي. مثلا التدخين يجب أن يتم إيقاف التدخين قبل 8 أسابيع من إجراء العمل الجراحي لتحقيق يعني لإنقاص خطورة العمل الجراحي. ومع ذلك يعني المرضى اللي يتم إيقاف المرضى عندهم على الأقل 3 أسابيع قبل العمل الجراحي بتقل عندهم الاختلاطات ومعدل الاختلاطات ومعدل البقاء بالمشفى. وإيقاف التدخين أكثر من 6 أشهر يعني أصبح يعني يترافق مع تحسن الموت بالمقارنة مع المدخنين يعني مع المدخنين. المرضى الذين يعني عندهم داء سكري غير معتمد على الأنسولين ممكن يحتاجوا إلى إيقاف الأدوية ذات التأثير الطويل. نقص السكر ممكن أن يؤدي إلى نقص السكر بسبب العمل الجراحي داخل العمل الجراحي يعرضهم لنوبة هبوط سكر. ممكن نستخدم الأدوية ذات التأثير القصير كالأنسولين أثناء العمل الجراحي وقبله. تدبير داخل العمل الجراحي أو بيئة العمل الجراحي أو غرفة العمليات يعني تحضير يعني غرفة العمليات يعني لتحقيق نتائج أفضل للعمل الجراحي. انتباه لدرجة حرارة غرفة العمليات يعني مثلا عندنا بالنسبه للعمليات الجراحيه الاختياريه نقص حراره الجسم مترافق مع علامات مع ازدياد الامراضيه بشكل واضح عند المرضى. نقص حراره الحراره اثناء العمل الجراحي مترافق ب3 درجات ازدياد خطر انتان الجروح ومده 2 ل6 ايام ازدياد مده البقاء في المستشفى. تحضير الجلد حاليا الاكثر شيوع استخدام المطهرات المضادات الحيويه او المطهرات في اثناء العمل الجراحي هو الكحول والبوفيدون الايودين او الكلورهكسيدين.
يعني بيطبق على الجلد من المركز إلى المحيط أثناء يعني في أثناء تحضير المريض للعمل الجراحي. بالنسبة كمان مثل ما قلنا لإزالة الشعر، مركز مكافحة الإنتان بينصح بأنه إزالة الشعر ينجز، يجب أن ينجز مباشرة قبل العمل الجراحي وباستخدام المقص وليس الشفرات الحلاقة. يعني لا يوجد دليل على أنه الحمام أو استخدام المطهرة أو التحمم بالمطهرات قبل العمل الجراحي ينقص معدل الإنتان في إنتان غرفة العمليات. تدبير الألم يعني بشكل مهم، أو تخدير يعني كما التخدير أثناء العمل الجراحي مهم وله اعتباره، كذلك يعني تسكين المريض وتدبير اتخاذ التدبيرات المناسبة لتسكين المريض بعد العمل الجراحي كمان يعني يؤدي إلى تقليل الاختلاطات ومدة الشفاء. الألم الحاد الغير المعالج يعني ما هو أنه غير مقبول من المريض، لكن يعني ممكن يزيد خطر الاختلاطات المتعلقة بحالة مثلا المريض ضغط يؤدي إلى ارتفاع الضغط ويؤدي إلى ازدياد مدة فترة الاستشفاء أو البقاء بالمشفى. دراسات عديدة يعني تنصح أو تقول استخدام المناسب للمضادات اللي هي غير استرويدية ممكن له نتائج في إنقاص أو استخدام الأدوية المضادة للتشنج والإنقاص الأقياء والغثيان بعد التخدير. كتلخيص يعني للمحاضرة بشكل عام، تقييم المريض يعني بيمنع بيقلل خطر الاختلاطات بعد العمل الجراحي. ممكن ان يعني اجراء الاختبارات القلبية بيعتمد على ثلاث درجات من العوامل السعة الوظيفية للمريض أو عوامل الخطورة القلبية، عوامل الخطورة محددة للجراحة، إنتان غرفة العمليات أو إنتان موضع الجراحة. يعني واحد من الأسباب اللي تؤدي إلى اختلاطات حول العمل الجراحي اللي ممكن نتجنبها باستخدام الصادات الوقائية واللي ممكن هي تزيد يعني مدة البقاء في المشفى. الصم يعني الصم الوريدي الخثاري كمان اختلاط شائع عند المرضى او اللي يتعرضون لاجراءات بوليين، لذلك يعني يتم الوقايه منه استخدام الادويه المضاده للتخثر. حاليا الارشادات انه نقل منتجات الدم اذا كان الهيماتوكريت اقل من 21% معظم المرضى يعني لديهم درجات محددة من قصور قلبي وعوامل خطورة. نقص درجة الحرارة أثناء يعني في غرفة العمليات كمان لدرجة من 1 لـ 2 مرتبطة مترافقة مع خطر فقد الدم وزيادة خطر إنتان العمل الجراحي. الله يعطيكم العافية وشكرا كثير.